لا تنسوا تكبسوا على شو اسمه هذا، زر الاشتراك، زر الوصف. شو بيقول؟ هاي انا ميمي ترابل من تيك توك. ما عم يعني رح احط لكم هلا اسم القناه، كيف بيقولوا، استنوا لا تنسوا هلا تشتركوا باسم القناه، رح احط لكم اياها بزر. ليش عم حرك ايدي؟ لا تنسوا تحطوا لايك مشان عيلتنا تكبر. قولي على انتي عم قلد انس وأصالة. شو بدي احكي يا الله، كيف بدي بلش؟ شو بدي اقول لهم؟ انتو هون؟ كيف عرفتوا انه انا اجيت على اليوتيوب؟ شو اخباركم؟ مثل ما شايفين قررت واخيرا قررت انه بلش يوتيوب معكم، لانه حبيتكم كثير على التيك توك وحبيتكم كثير على السناب وعلى الانستغرام، فاخيرا اخذنا هذا القرار. بس ان شاء الله ما يكون قرار فاشل. خلونا نحكي شوي وندردش، لانه عن جد بدي كمية طاقة ايجابية منكم من هون للسما، مشان يا اكمل بهذا الموضوع يا نفوت بالحيط من اول فيديو ونقعد هيك. انا اسمي ميمي ترافل، يلي بيعرفني على التيك توك بيعرفني باسم عزيزي الرجل. نعم انا اللي هاجمت الرجال على التيك توك، انا اللي فتحت عيون النسوان. تقريبا صار لي على السوشيال ميديا كذا سنة، بس الحمد لله الله ما وفقنا. لا الله وفقنا، يعني صار عندي كتير عالم بحبهم، وخاصة على التيك توك. التيك توك عطاني جماهيرية ما كنت متخيلتها، مشان هيك قررت انه نجي ناخد بعض وهيك ونعمل رحلة ونجي على اليوتيوب ونشوف اذا الوضع حلو ولا لا، واكيد اذا الوضع حلو بيعجبنا يمكن نضل هون. شو رأيكم؟ عندي افكار ومخططات لليوتيوب كتير كبيرة، افكار ما شفتها عند اليوتيوبرز العرب، بحضرها عند الاجانب بقول ليش ما حدا عملها؟ طيب يا ميمي ليش ما انتي ما بتعمليها؟ فاليوم قررت اني بلش بفيديو، المونتاج رح يكون اكيد بس لا حدا يعتب علينا، بتعرفوني لساتني ركيكة على اليوتيوب، لساتني جديدة كتير، ما بعرف كتير شغلات، بس رح حاول جهدي اني اعطيكم الشغلات الحلوة، شغلات جديدة، شغلات ما حدا عملها من قبل. وللصبايا يلي بتحب الميك اب، للصبايا يلي بتحب الفاشن، بتحب تعمل شوبينجز، اكيد انا رح اكون معكم ورح ساعدكم بحكم عندي هالخبرة البسيطة على عن الميك اب، عن الفاشن، عن الويب سايتس يلي بنعمل منهم اوردر، واكيد رح احط كل خبرتي بين ايديكم. بس اذا طلعتوا بشعين وما زبطوا تيابكم وطلع الموقع مو حلو، انا ما دخلني، انا رح اعطيكم افكار بس انتوا اللي بتزبطوا كل شيء. بس اكيد خلوكم معي واكيد ما رح تندموا، لانه كل شيء سيمز كومبليكيتد من بعيد رح حاول اني اعملكم اياه سمبل. اي شيء بخص الميك اب، بعرف انه في كتير بنات لساتهم قاعدين حاملين هالريشه مو عرفانين كيف يبلشوا، رح بلش معكم شوي، رح اعطيكم افكار قد ما فيني مشان سهل كل هدول الامور عليكم واقدمها بطريقه مبسطه وحلوه. رح اعلمكم كيف تركبوا رموش، رح اعلمكم كيف تعملوا ميك اب، رح اعلمكم كيف تضبوا شنطيكم لتسافروا، رح اعلمكم شغلات جديده بس ما رح اقولها مشان ما يسرقوا الافكار منا، واكيد انطروا مني فيديوهات كتير حلوه. رح اعمل شغلات جديده، رح احاول جهدي اني اعملكم شيء حلو، شيء جديد، شيء ما حدا عمله. ان شاء الله ما افوت بالحيط وما اعمل ولا شيء من اللي حكيت لكم اياه. وبحكم وجودي بدولة أجنبية، أنا عايشة بكندا، رح حاول إني فرجيكم عاداتنا هون، تقاليدنا هون، لأنه أنا صار لي تقريباً أكثر من 10 سنين موجودة بهالبلد. رح فرجيكم كيف بنحتفل بالهالوين، كيف بنحتفل بالكريسماس، رح فرجيكم أحلى المحلات يلي العالم بيحبوا يشوفوها بكندا. رح حاول جهدي إن يعني قد ما فيني إنه فرجيكم هالبلد بشكل حلو، لأنه الحمد لله يعني ما فيها شيء حلو. لا مقارنة بالدول العربية كندا يمكن ما فيها هاي الاكتيفيتيز والانترتينمنت وهدول الشغلات اللي كتير، بس اكيد رح اعمل جهدي اني فرجيكم الشغلات الحلوة يلي ما حدا فرجاكم اياها.
حبايبي يلي عم يحضروني ان كان على التيك توك ولا على السناب ولا على الانستغرام، بدي منكم دعم، بدي تعملوا سبسكرايب وبتعملوا لايك على هالفيديو، وان شاء الله ان شاء الله بنوصل على 1000 سبسكرايبرز. اذا وصلنا على 1000 سبسكرايبرز من اول يوم خلص انا رح صير يوتيوبرز عالميه. خلص يعني تخيلوا انه انا هيك من اول مره يمشي حال الفيديو، بس يمكن ما حضروا غير 10. لا حبابين ليكو يعني ضلوا حضروا الفيديو، لانه اذا ما انحضر مشكله يعني رح فوت بالحيط. ولي تخيلوا 10 يحضروا الفيديو، ولي على قامتي. ايه خلص خلص 10 شبههم العشر اشخاص. فالمهم المهم النيه يا جماعه، نجحنا نجحنا ما نجحنا يعني عادي، مو بيناتنا بتعرفوا يعني نحن هيك حبايب وبنحب بعض وعيله وحده. بس عن جد بلا مزح ادعموني، الخطوه كثير كبيره لإلي، حاسة إنه اليوتيوب هو بوابة كتير كبيرة، بوابة كتير جدية. التيك توك هو عبارة عن بس 10 ثواني عم نقدمها بطريقة كتير سلسة وكتير سهلة، بس اليوتيوب بده شغل أكتر، بده تعب أكتر، بده أفكار أكتر. فيعني I'm kinda خايفة من هاي القصة، بس قويت قلبي قلت طول ما وراك عالم بتحبك يا ميمي why not، خلينا نكبر عائلتنا، خلينا نتعلم سوا، خلينا نعمل مغامرات سوا، مقالب سوا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب محبتكم تكبر اكثر واكثر وعائلتنا تصير اكبر واكبر. هاي كانت بداية الفيديو وهاي هي نهاية الفيديو. ما بعرف شو عملت، بس كنت كتير ضايعة كيف بدي بلش اول فيديو على اليوتيوب. كان لازم اعرف عن حالي، بس ما قدرت اعرف عن حالي لانه انا شخص ما بيعرف يحكي عن حاله، فشكلي ضايعة يا جماعة. وبس حبيت اطلع معكم بعفويتي، حبيت اطلع معكم بالطريقة اللي عم فكر فيها، بدي فرجيكم كيف فتت بالحيط انا باول فيديو، كيف ماني عرفانة شو صور. حبيت كون معكم مثل مو انا، بدون ما انه بعرف كثير عالم قالوا لي ميمي بلشي بروفيشنال، ميمي بلشي واو. ماني قدراني بلش واو، ماني قدراني بلش بروفيشنال لانه هذا اول فيديو. بس اكيد ان شاء الله الفيديوهات الجاي ما بيكون فيها تخبيص مثل هذا الفيديو ان شاء الله يا رب. بس اوعى تنسوا تدعموني لانه انا بلاكم وبدونكم ما رح اقدر اعمل ولا شيء ولا شيء. بحبكم، مني انا ميمي، love you.